الأمن الغذائي يعتبر واحد من أهم مستهدفات رؤية 2030، وأيضا السعودية تسعى دائما أن تكون في مصاف الدول الأولى المتقدمة في هذا المجال. وزارة البيئة والمياه والزراعة هي واحدة من الوزارات اللي هذا الجانب عندهم يعتبر جدا مهم. فإيش هو دور الوزارة في مجال الأمن الغذائي؟ جميل محمد، قبل ما أبدأ في دور الوزارة، خلينا نقول الأمن الغذائي كان مختفي طول هذه السنوات، ما حد يتكلم عنه إلا نادرا، يطرق يمكن في الدول الفقيرة وكذا. لكن لما جاء كوفيد 2020 ظهر أهمية الأمن الغذائي كمحور أساسي يقود العالم، صح، ويحدد محددات أساسية جدا في بقاء المجتمعات ورقيها وفي أنشطتها واقتصادياتها. ولذلك لما نتكلم عن الأمن الغذائي في المملكة نتكلم عن إنتاج محلي يفي بمتطلبات الأمن الغذائي في حدود 30%، وهناك استيراد بمعدل 70% من غذائنا. وهذا شيء طبيعي في دولة تعاني من أكثر الدول شحاً في المياه، تعتمد على الري في نظمها الزراعية، فشيء طبيعي أن يكون هناك تحديات كبيرة جداً تواجهنا في الإنتاج. وبالرغم من ذلك هناك مجموعة من السلع استطعنا أن نحقق اكتفاءً ذاتياً منها. وأنا أريد أن أعطي مثال على السلع اللي ممكن اللي تم تحقيق. نأخذ مثلا الخضار، معظم الخضار تنتج في المملكة. مثلا وصل الاكتفاء الذاتي في الألبان 121% وفي البيض 112%، بينما في الدواجن 66% واللحوم 43%. الخضروات مثلا مثل البطاطس 92%، الطماط 77%، وهذا يعكس كيف استطاعت قيادتنا الرشيدة حماية أمن الغذائي وتوفير مستقبل جيد للأجيال القادمة اللي هم عيالك وعيالي. كم يشكل دور القطاع الخاص في هذه الجهود تقريبا؟ هو الأساس، القطاع الخاص هو القائد المحرك لأي قطاع من القطاعات. لكن خلينا أقول لك الأرقام، مثلا كان عندنا مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي حدود 67 مليار، في 2021 ارتفع إلى 72 مليار. هذا 72، هذا الارتفاع اللي حصل 72.25 حصل بسبب الدعم الذي يقدم للقطاع، ليس على مستوى فقط دعم المالي، بل على مستوى السياسات، على مستوى القوانين، على مستوى الأنظمة، على مستوى أيضا الحوافز التي تقدم للقطاع والمنتجين في